بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه رأيكم النهاردة نشوف حالات حرف السين في الكلمة بخط النسخ؟ هل كتابة حرف السين المفرد بالشكل ده؟ بين واحد صغير يا جماعة، وبعدين الاتجاه الأعلى بعد البوصة، وبعدين السن ده بنزل من الزاوية ديت مدار نص نقطة، وراح واخد واحد طويل، نقطتين الكاسة بتنزل في نقطتين. بعد كده نهاية الكاسة تنزل عن نهايتها عن بدايتها نقطة، تساع الكاسة تلاتة، دي نص نقطة ودي نص، دي نقطة ونص. اتجاه بداية السين بالشكل ده، خلينا نكتب كلمة أو السين المتصل في أول كلمة، هنكتب كلمة أو اسم سارة سين ألف سين بالشكل دوت، وخد الألف والراء التاء المربوطة بالشكل ده سار، ده الإشارة بتاعت السين جمالها جماعة بالشكل ده. هنشوف شكل حرفين السين ورا بعض، هنكتب كلمة يمسسنا، أدي الياء ميم دي ارتفاعها نقطتين بشكل رقم اتنين كده، وبعدين الميم اهي السين، أدي السنة اتنين تلاتة، ووسع المسافة دي عن السنة اللي وراها ألف. ليه يا جماعة؟ عشان حرفين سين ورا بعض لازم نميزهم عن بعض بالشكل ده. بعد كده النون ألف يم سسنا بالشكل دوت سسنا. هنشوف بعد كده حرف السين والسنة التالتة ممكن تعمل بشكل ازاي. بص يا جماعة، هي شبه واقفة شبه عمودية، بنعملها شكل أنطرة. أنطرة اللي هي دي الشكل ده في اتساع تلات نقاط بارتفاع نقطتين، عشان وراها حرف الإيه؟ الجيم، وراها حرف الجيم أو الحاء أو الخاء بالشكل ده، وده فيه نقطتين ونقطة واحدة. الشكل التاني نقطتين ونقطة واحدة كده زي ما انتوا شايفين، ده شكل الأنطرة دي. يبقى الأولانية ما وراها ثلاث نقاط ديت معناها وراها حرف جيم او حاء او خاء، اللي هي واسعة شوية. يبقى ايه؟ الأنطرة الثلاث نقاط زي اسم سحر، ادي نزول الحاء نقطتين اهوت، وبعدين بعمل الراء الثعبانية بالشكل ده سحر. الشكل التاني اللي هو نقطتين اتنين بس، التسع نقطتين الأنطرة بتاعته زي كلمة، ادي حرف السين او باسم الباب، ادي السين. بص يا جماعة، الأنطرة دي صغيرة خالص بحرف ميم منتهى بالشكل ده اهي، ناسمة أو باسم زي لفظ جالة أو بسملة، ذات البسملة بالشكل ده. الشكل التاني ادي الباء السين، والأنطرة يا جماعة كده بتبقى طويلة سنة مريحة سنة مع الميم، الشكل اللي حرف الميم دوت بالشكل ده اللي هي الألفية، ليها ألف نازل تحت كده. بعد كده هنشوف حرف السين شكل ده سنوات. بعد كده السين والسين ده يا جماعة بتزودها برضو، بنعملها أنطرة زي كلمة سبحان بالشكل ده، دي بتبقى الأنطرة بتاعت الباء، حرف الباء اللي بعد السين. يعني ممكن نحرك الأنطرة ديت نعملها مع حرف الباء أو أي سنة أو أي حرف مسنن بعد الإيه؟ بعد حرف السين. والشكل الثاني ده يا جماعة اللي هو إيه؟ بصوا كده، الباء حاجات والسين لها سنة عالية، سنة رابعة، ثلاث سنون، وبعدين سنة رابعة بنحمل عليها الباء حاء بالشكل ده ماشي. شح شيخ، كلمة شيخ مثلا بالشكل ده زي ما انتم شايفين.